وما تسمعون سيدتي سادتي كلمة رئيس نادي فريق شبيبة القبائل السيد محمد شريف الناجي لأنصار الشبيبة الحاضرين هنا بملعب قرصة جويلية. شريف الناجي يقول أن فريق الشبيبة هو ملك للجميع، والجميع يجب اليوم في هذه اللحظات أن يقف إلى جانب الفريق في هذه المهمة التمثيلية الصعبة. والذي سبق للشبيبة وأن فازت كما سبق وأن قلنا مرتين متتاليتين السنة الماضية والتي قبلها، وأول كرة للونس بن دحمان واحد من أبرز لاعبي فريق شبيبة القبائل. مغراوي محمد أيضا وكذلك اللي نذكر بأنه بدأ الموسم كما ينبغي اليوم موجود في كرسي الاحتياط ممكن يساعد فريقه في بداية الشوط الثاني من هذه المباراة التي تنطلق. الشبيبة مطالبة اليوم بأنها هي اللي تدير اللعب وهي اللي تبذل أكثر مجهودات من خصمها فريق تونير يواندي. يكفي فقط أن نذكر بأن فريق تونير هو من الكامرون، باش نحترم الكرة الكامرونية كما ينبغي بالنظر لنتائجها على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخب. وياسين أموش مباشرة يلعبها مع بن الدحمان، ترجع لراحو سليمان المدافع الأيمن يلعبها مع ياسين أموش، كرة ما توصلش لبالقائد وتخرج تماس لصالح شبيبة القبائل في الدقيقة الأولى من انطلاقة هذه المباراة. الضغط لا يعني بالنسبة لعناصر الشبيبة أنهم يتسرعوا أنهم يكشفوا أنفسهم في الخلف، الدفاع البدني راح يكون كبير جدا، وعناصر الشبيبة مطالبة بمجهودات إضافية. بوبريت من هناك الجهة اليسرى، محاولة المراوغة إلى وممتازة المراوغة من بوبريت، رجل اليمنى توزيع نحو القائم الثاني، برقيقة بعيد عليه والدفاع يخرجها، برقيقة يلحق عليها، يتفوق برقيقة، يدخل الجهة اليمنى، برقيقة الهدف الأول لصالح فريق شبيبة القبائل. ياسين أموش يفتح باب التسجيل، الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة، الشبيبة تدخل بقوة وياسين أموش يفتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل. هل هناك أجمل من مثل هذه البداية لفريق شبيبة القبائل؟ وفرحة كبيرة جدا في مدرجات ملعب خمسة جويلية، أكثر من 50,000 متفرج، الملعب ينفجر بهذه اللحظات، وبداية رائعة بعد مجهود كبير جدا بذلوا بالدقيقة اليمنى، التوزيعة والخطأ الفادح من الحارس، وضع الكرة بين أرجل ياسين أموش الذي يفتح باب التسجيل لصالح فريق شبيبة القبائل. الدقيقة الأولى الشبيبة هدف، تونير يواندي 0، يا لها من بداية بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. أوه ما فيش وضعية تسلل، هاي 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 ما فيش وضعية تسلل هنا، الحكم مرفع الراية الحكم المساعد في وقت ما كنا نشاهد التصوير البطيء للكيفية اللي فتحت بها شبيبة القبائل التسجيل. الملعب كله يهتز لهذا الهدف، صور رائعة على الجهة اليسرى، إذا كان ممكن يا بلعيد مع ما يصنعه هاي الصور مع ما يصنعه أنصار شبيبة القبائل الأوفياء وأنصار الكرة الجزائرية أيضا الأوفياء لفريقهم اللي إن شاء الله يفرحها اليوم بعد هذا الهدف الأول اللي سجله ياسين أموش في الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة. والكرة الكاميرونية على الجهة اليمنى من هناك، محاولة بناء اللعب وصعبة وخطيرة في الوسط وخروج الوناس قواوي في وقت تشاهد التصوير البطيء الكيفي اللي فتح بها ياسين أموش باب التسجيل في الدقيقة الأولى من انطلاقة المباراة. كرة طويلة من الوناس قواوي، دفاع يتدخل، تبقى الكرة الكاميرونية من هناك الجهة اليمنى مع روبرت بيتاي مع بوبريت، روبرت موساي محاولة احتفال بالكرة من جانب عناصر النادي تونير يواندي الكاميروني، هذا الفريق اللي تألق في سنوات الثمانينيات والعودة هذه السنة مع وصوله للنهائي كأس الكاف، ما لازمش تكون عنده مساحات للعب فريق الشبيبة. وركنية، لا حكم يقول 6 أمتار لصالح الحارس الوناس قواوي، هدف مقابل 0 وبداية موفقة لفريق شبيبة القبائل، ورد فعل سريع جدا لفريق تونير يواندي الكامروني اللي لا يبدو عليه بأنه جاء اليوم باش يدافع ولا باش يعود إلى يواندي بأقل الأضرار، والهدف هذا لا يكفي لفريق شبيبة القبائل ولو أنه يبقى هدف ثبيت جدا قبل لقاء العودة. كرة في أخذ ورد الونس بن الدحمان في وسط الميدان، معركة كبيرة من هناك على الجهة اليسرى ما توصلش لدوب، تبقى دريوش يتدخل من الخلف، معركة كبيرة في وسط الميدان وبالقائد، انطلاقة سريعة جدا لصالح فريق الشبيبة، خروج الحارس كيماجو طبعا يتمكن من التقاط الكرة هذه بعد ارتباك كبير جدا كلفوا هدف أول في الدقيقة الأولى. دريوش ما يتمكنش من الكرة هذه، تبقى الكرة كاميرونية، يهاجم بعدد كبير من لاعبين الفريق الكاميروني، شوف 2 4 6 6 لاعبين في الهجوم، مرفوعة الكرة والدفاع
حتى في هذه البدايه يبدو ان ايضا دفاع الشبيبه مرتبك شويه، مازال ما وجدش توازنه. مع مرور الوقت صفور ينظم دفاعه احسن، تبقى الكره عند قلب الدفاع جون ماني، حاولت المرور والمراوغه جون ماني وكره طويله يسترجعها. لا لا لا، الاحتفاظ بالكره ضروري في هذه اللحظات بالنسبه لرحو سليمان ورفقائه وبناء اللعب بكل هدوء. مبريط من هناك على الجهه اليسرى يتمكن من الكره، يوصلها لدوب، دوب عنده الكره يبعد عن التوغل، يواصل دوب، تبقى عنده والمنازل بن دحمان ممتازه ناحيه رحو سليمان، يدخل رحو سليمان امام ثلاث لاعبين، يفضل المراوغه ويضيع ويسترجع الكره فريق تونير مع دوي فرانسيس، ثم وضع التسلل تاعته، كمل المساعد وضع التسلل مشكوك فيها، ضغط كبير جدا على عناصر نادي تونير وايضا نادي شبيبه القبائل. التنظيم في هذه اللحظات واعاده التركيز ضروري جدا بالنسبه لعناصر فريق شبيبه القبائل. مرفوعه الكره تبقى كامرونيه، بين كامرونيين يتمتعوا بلياقه بدنيه كبيره جدا. حكم يقول خطا لصالح نادي تونير، قريب من اللقطه الحكم كوفي كوتشي واحد من ابرز الحكام في افريقيا، كان شارك في المونديال الاخير في كوريا الجنوبيه واليابان. دوي فرانسيس هذا لاعب رقم 10، شوف المراوغه والخطا اللي ارتكبه رحو سليمان امام عفوا الوناس بن دحمان امام انظار حكم المباراه. حفيظ ممكن نستغل التوقف هذا حكيم، بدايه قويه للشبيبه. نظن اللي بدايه كانت قويه بعد تسجيل اول هدف، ولكن المقابله مازال طويله، يعني ست دقائق لعب مازال يعني هذا الهدف ان شاء الله يعطينا ايضا شجاعه، ولكن المقابله مازالها طويله. اذا المقابله مازالها طويله. نعم حفيظ سعود، لو سمحت النبره اللي يتكلم بها حكيم مدان، يتكلم بصفته لاعب سابق ومساعد مدرب ويدرك جيدا، ظن بانه في ظرف ست دقائق عرف باللي فريق تونير يا وندي الكامروني ماهوش سهل، خاصه من خلال رد فعله على الهدف، من خلال تواجده فوق ارضيه الميدان رانا نشعر به بانه موجود. يا الوناس ممتازه جدا، قلت النبره نتاع حكيم مدان توحي بان المهمه ما راحش تكون سهله اليوم امام فريق تونير يا وندي الكامروني اللي كان رد فعله قوي جدا على الهدف اللي تلقاه. تبقى الكره في الوسط كامرونيه ممتازه، من هناك سهله بالنسبه لجدير، خدم مكان عزيز بن حملات بالقائد فاروق، خبره كبيره وتجربه اكتسبها، يفضل المراوغه فاروق بالقائد، ممتازه يلعبها مع بوبريت، ترجع له يوصلها لدوب، ممتازه بين دوب وبوبريت وبن قائد، من هناك الجهه اليسرى ويضيعها دوب. تبقى الكره في اخذ ورد، من هناك صفور يرجعها برجله اليسرى، كامرونيه الكره في الوسط، راح سليمان يتفوق، تروح عند الوناس بن دحمان، الوناس بن دحمان يلعبها مع اماوش، اماوش يرجع كثير الخلف، دوب راهو في وضعيه التسلل، برقويقا بن دحمان ما يتمكنش منها. تبقى الكره في الوسط لصالح المهاجم الخطير دوي فرانسيس، هجم الكامروني من هناك على الجهه اليمنى يلعبها مع موسونغي المدافع الايمن، ضيع جودار يسترجعها وبوبريت تفوتو وتروح مباشرة للتماس بعد تسع دقائق لعب الشبيبة هدف، تونير يا وندي الكامروني صفر. في الوسط نانا بيكولا، ترجع لفرانسيس يوقف كورتو، ربما يقدر فريق شبيبة القبائل يستغل ثقل العناصر. حذاري يا جودار من هناك الجهة اليسرى، تغطية من زفور، مرفوعة الكرة ويتدخل دريوش، تروح مباشرة لياسين ماوش، الوناس بن دحمان تازة ممتازة، انطلق دوب ماوش في وضع التسلل، انطلق دوب مع برقيقة، دوب يبقى عنده الكرة، يفضل المراوغة، دوب بن دحمان وضع التسلل، فعلا وضع التسلل تاع برقيقة كانت بعيدة بالنسبة للناس بن دحمان، وإلا كان ممكن هو بفضل تصويباته القوية جدا ممكن تصيب المرمى، بينما هذا برقيقة اللي كان في وضع التسلل واضحة. دوب ما لقاش حل اخر سوى انه يرجع الكره البعيد ناحيه الوناس بن دحمان، بيبسي المدافع الايسر طويله، من هناك جودار حذاري يرجعها برجله اليسرى يخرجها مباشره للتماس. تنظيم الصفوف ضروري جدا بالنسبه لعناصر الشبيبه على مستوى الدفاع ووسط الميدان. جماني قلب الدفاع، كره طويله، اعتماد على الكرات الطويله والدريوش، حكم يقول خطا لصالح دريوش،
عصفور وتهدئة اللعب جانب عناصر فريق شبيبة القبائل لربح الوقت والتنظيم أكثر فأكثر. دوب على الجهة اليمنى تخرج للتماس هنا عناصر الشبيبة ودفاعهم اللي راهو بعيد نوعا ما لازم يتقدم أكثر حتى ما يخليش الفراغ في الوسط بين الدفاع والهجوم. راح سليمان في تنفيذ التماس 10 دقائق لعب 0-0. دوب يخرج من المراقبة يلعبها معاه راح سليمان وتماس آخر ياسين أماوش وبرقيقة بعاد من هناك وأبو بريط أيضا على الجهة اليسرى. راح سليمان في حاجة إلى مساعدة إلى من يرمي التماس هذا استرجعها الفريق الكاميروني تخرج الكرة طويلة هداري يا زفور هداري مدريوش كانش من التفوق تبقى الكرة كاميرونية على الجهة اليسرى منصيص صعبة صعبة وعناصر الشبيبة زفور يخرجها مباشرة ناحية برقيقة بالقيد فاروق بالقيد والتدخلات القوية وبطاقة صفراء هنا من المفروض الحكم يقول خطأ لصالح فاروق بالقيد بعد التدخل من ألان أولينغا كرة ملعوبة طويلة الدفاع يخرجها من التماس بعد المدافعين تاع عناصر الشبيبة لو نشوفوا يا بالعيد بالصورة العلوية كيف أن دفاع الشبيبة بعيد عن المهاجمين الدفاع البدني فرض نفسه في المباراة هذه كرة على الجهة اليسرى ناحية إيباني تبقى الكرة دائما كاميرونية محاولة احتفاظ بالكرة راح سليمان يتفوق يضيعها راح سليمان وانطلاقة في هجمة معاكسة لصالح طونار يا وندي حداري على الجهة اليمنى صعبة الكرة هذه لصالح طونار يا وندي والتصويبة بعيدة حسن الحظ بعيدة على الناس قواوي وكأن الهدف اللي سجله فريق شبيبة القبائل ما كانش في صالحها من حيث اللعب يعني من حيث التركيز في المباراة فقدها توازنها وتركيزها الهدف اللي سجلته شبيبة القبائل في البداية ملعب لحد الآن 13 دقيقة لعب هدف مقابل صفر لصالح الشبيبة ويبقى الجمهور في هذه البداية متفرج وليس مناصر برقيقة مكنش من الكرة هذه في حاجة إلى ضغط دفاع المنتخب الكامروني ثقيل نوع الماء تلقى أهداف كثيرة جدا في البطولة الكامرونية لهذا الموسم اللي انتهت منذ شهر احتل فيها طونر ياوندي المركز الخامس جودير من هناك الجهة اليسرى برجله اليسرى يوصلها لدوب دوب بالقيد راح سليمان يضيع الكرة هذه ارجع لمكانك يا لا ياسين عماوش دائما كامرونية الكرة دريوش بقوة يتدخل ويستفيد من تماس رد الفعل تاع فريق طونار ياوندي كان قوي جدا وسريع في نفس الوقت دقائق تمر طويلة جدا الربع ساعة الأولى هذه بريط على الجهة اليسرى تازة ناحية دوب تدخلات قوية جدا يجب على لاعبي الشبيبة أنهم يكونوا حذرين جدا من التدخلات العنيفة والقوية لعناصر نادي طونار ياوندي الكامروني شوف هنا التدخل شحال قوي جدا من طرف جون ماني يحمل رقم 6 توب يبقى ساقط على أرضية الميدان شبيبة القبائل عليه أن يفكر في فريقه في مثل هذا اللقاء النهائي وما يرميش بأي شيء في فوق أرضية الميدان تلعب الكرة بين ببريط وبالقايد يزيد في السرعة الجهة اليسرى أوه ممتازة والدفاع يخرجها ممتازة الكرة مرت بين الأرجل وزفور كاد يضيف الهدف الثاني ثم دريوش مثل ما جاءت يدري وش طويله ما فيش وضع التسلل برقيقه براسه يتفوق
ما يوصلهاش لأماوج، ترجع لبرقيقة يلعبها مع أماوج، يرجعها له برقيقة، يدخل منطقة العمليات صعوبة، وأماوج بشجاعته ما يتمكنش من الكرة هذه وتروح مباشرة للجهة اليسرى لدفاع فريق طونير ياوندي، يرجعها له الناس بن دحمان. يا 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 تدخل قوي جدا قوي ونيح، يستحق البطاقة الصفراء على أولونجا رقم 20 قائد الفريق. تدخله كان قوي جدا في وقت كنا نقول لازم على عناصر الشبيبة أنها تكون حذرة جدا من التدخلات القوية لعناصر طونير ياوندي. حسن الحظ بن دحمان ما قاسوش مليح اللاعب ألان أولونجا. تلعب الكره مباشره لفريق بلقايد، فريق بلقايد لبولبريت في وريه في الركله اليسرى، التصويبه والدفاع يخرجها بعد بعد اللاعبين على بعضهم البعض، اللاعبين تاع فريق شبيبه القبائل. عرضيه فريوش او زفور والناس بن دحمان ناحيه الدوب، ترجع للوناس يفضل المراوغه امام زوج لاعبين، يستفيد من خطا للناس بن دحمان. بعد مرور لحد الان ربع ساعه لعب، الشبيبه دائما متفوقه بهدف مقابل صفر. راح سليمان مع الوناس بن دحمان، بعيد عليك بزاف يا الوناس. تصويباته قويه جدا الوناس بن دحمان، الكيفيه اللي صوب بها الكرات فريده من نوعها، يفضل التصويب المباشر الوناس بن دحمان. ارضيه وبين احضان الحارس كيماجو، تسرع الحارس، ترجع للوناس بن دحمان، تاز الوناس بن دحمان يلعبها مع راح سليمان، يتمكنش منها وحذاري من الكرات الطائشة مثل هذه. التركيز لازم يبقى من طرف المدافعين تاع فريق شبيبة القبائل إلى غاية اللحظات الأخيرة من المباراة، لأن كرة عشوائية طائشة ممكن تكلف الشبيبة غالية. كاميرونية الكرة، جون يوم من هناك الجهة اليمنى، حذاري والتوزيعة، راح سليمان يرجعها، ثم زفور، تبقى الكرة كاميرونية والتصويبة وجانبية. وقت ما حمش يمر، هدف مقابل صفر، اندفاع بدني كبير جدا وارتباك كبير على عناصر الفريقين. الشبيبة في حاجة إلى تقديم صفوفها أكثر فأكثر. راح سليمان ما كانش من الكره هذه، حاضرين اللاعبين الكاميرونيين فوق ابيض الميدان بفضل اندفاعهم. جدار من هناك الجهه اليسرى خرجها براسه بالتماس، كاميرونيه الكره صعبه من طريق جون يوم، يرجع للخلف لدوي فرانسيس، صعبة صعبة، حذاري دريوش، خرجها راح سليمان التماس. هنا في هذه اللحظات الشبيبة في حاجة إلى جمهورها وأنصارها. كرة في الخلف، قايد ما يتمكنش، تصويبة أرضية سهلة بالنسبة للناس القواوي. جوش بسرعة عناصر الشبيبة، بقوا في منطقتهم، شوف الصورة العلوية نشاهد عناصر الشبيبة في منطقتها أو في وسط الميدان ما خرجتش، وبالتالي بقوا اللاعبين بعاد عن المهاجمين. الناس قواوي مرة أخرى يستفيد من خطأ، يلعب بسرعة، فاروق بالقايد يزيد في السرعة، فاروق بالقايد، وضعية تسلل، وضعية تسلل من دقيقة. الكرات القصيرة عن طريق الأجنحة تبقى هي الحل بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. الكرات في العمق كثيرا ما يوجد نفسه حميد برقيقة في وضع التسلل. كيماجو طويلة، تفوق اللاعبين الكاميرونيين في الكرات العالية، دوب ما يتمكنش من الكرة هذه، راح سليمان يلحق عليها، حكم يصفر خطأ، الحق متأخر، خطأ لصالح إيباني، دفع الأيسر رقم 4.
طويلة من هناك بوبريت وجودير. أي 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 زوج لاعبين على الكرة وخلوا المهاجم من هناك. صعبة 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 وممتازة من راح سليمان يخرجها. الحكم يقول وضعية تسلل. صعبة ويمر بها فريق شبيبة القبائل منذ تسجيل الهدف اللي كان مبكر جدا وأخلط أوراقه من ناحية اللعب، يعني كل شيء اللي كان بنيه ربما فريق شبيبة القبائل باعتبار أنه هو اللي مفروض عليه يدير اللعب اليوم، كل شيء اللي كان بنيه ربما تأثر بالهدف المبكر اللي سجله فريق شبيبة القبائل. بلقايد يسترجع الكرة هذه لعبها مع رعو سليمان، بالونس بن دحمان ممتازة يرجع لراحو، راحو يرجع لبلقايد، بلقايد بناء اللعب يبدأ هكذا من الخلف و من بمشاركة الجميع والصعود يكون رويدا رويدا نحو الهجوم. توصل لبرقيقة، برقيقة يلعبها مع أماوش، ترجع لبرقيقة. أي 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 برقيقة وأماوش سوء تفاهم حذاري. دريوش في التغطية قوة كبيرة عند دريوش تسمح له بالتفوق كل الكرات أمام اللاعبين الكاميرونيين. راح سليمان ياسين أماوش تازا ما يتمكنش منها أمام إيباني، تخرج الكرة طويلة دريوش كاميرونية وقفها بصدره فرانسيس لاعب المتألق وتماس كرة خرجت. دوب توصلش لبرقيقة بقى بعيد شوية برقيقة والمدافعين بعد أيضا عن عناصر فريق شبيبة القبائل. نلعب الدقيقة 21 الشبيبة متفوقة بهدف مقابل صفر. كرة طويلة ناحية دوب ياسين أماوش وقفها بصدره تفوت برقيقة. دريوش تفوق ياسين الونس بن دحمان راح سليمان من الوسط يبقى محتفظ بالكرة تازة من هناك ناحية بوبريت على الجهة اليسرى. بوبريت يروح وراء بالقايد يوصلها له، يروح وراء بالقايد بوبريت توصل لبوبريت، يدخل بوبريت على الجهة اليسرى صعبة بوبريت ممتازة. أي يا 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 بعيدة خلقش كما ينبغي. برقيقة حميد داري دريوش بيدو أي ممكن يعطيك بطاقة صفراء. حسن حظك أن الحكم أندرك شفوية. إيباني تنفيذ المخالفة الجهة اليسرى يلعبها معاه رفيقه جون ماني. إيباني كرات الطويلة المرفوعة هداري دريوش وزفور برقيقة ما يتمكنش يتفوق برقيقة يتفوق برقيقة انطلق. آي 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 يا برقيقة يا برقيقة كان أمامك دوب بريت حكم صفر خطأ صالح بالقايد. قايد يلعبها مع الوناس بن دحمان تازة من بن دحمان ناحية راحو سليمان فاتو داري دريوش تلعب الكرة لإيباني. إيباني والاعتماد على الكرات الطويلة المرفوعة هكذا فريق طوناري يلعب. بوبريت يطرد الكرة هذه حذاري من تسلل يا دوب. بوبريت يوصل على دوب، دوب يفضل المراوغة ما يمرش كرة خرجت للتماس بعد ما خرجها بوبريت. بوبريت راهو يعاني ربما من إصابة ما نظنش بأنه يقدر يكمل المباراة مع فريقه، مش عارف إذا تفطر له شاي ولا لا. سعود مانيش عارف إذا كرسي احتياط فريق شبيبة القبائل أدرك بأن بوبريت ماهوش قادر يكمل. أي والناس قواوي ممتاز جدا مانيش عارف إذا سمعتني يا مسعود ولا لا، ولكن بوبريت في حالة. أنا في استماع إليك لكن محافظ المقابلة طلب منا الابتعاد ويبدو أنه شاي طلب من ربيع ديلمي للتحضير ربما أخذ مكان ربما أخذ مكان بوبريت. شوف هاي الصورة تاع بوبريت يعاني فوق أرضية الميدان بسبب إصابة. ديلمي أو مغراوي ممكن راح ياخذ مكان بوبريت.
طوب وحفيظ. نعم ممكن نشوفوا جيو ببريط مصاب جوسكا بريزون، راه مصاب في سين دين بليسير، فوق نشوفوا بعد اون ديسيدي. اذا الشيء هذا ظهر كذلك الطبيب الفريق وكذلك مسعود، وراح سليمان في تنفيذ المخالفه على الجهه اليمنى لفريق شبيبه القبائل، وتبقى المساحه كبيره جدا بين اللاعبين تاع الهجوم وتاع الوسط والمدافعين. وياسين عماوش ممتازه من ياسين عماوش، كاد يوصل الكره هذه لرفيق دوب بسرعه يا بن دحمان. الكره تبقى كامرونيه من هناك لصالح طونيريا، وندي على الجهه اليمنى مع موسونغي. موسونغي والخروج ببطء بالكره لفريق طونيريا، يواندي الكامروني مع الاعتماد على الكرات الطويله المرفوعه نحو المهاجمين مثل هذه مع مانا بيكولا. ودريوش في التغطيه خرجت حفيظ. نعم سعود. اذا بعد قليل ربيع دلمي راح ياخذ مكان بوبريط دون تسخينات لان الوقت ما يسمحش. صعب صعب انه بدون تسخين مرفوعه الكره وفي التغطيه دريوش. أو تماس لصالح طونيريا، وندي على الجهه اليسرى في تنفيذه دائما المدافع الايسر ايباني يحمل رقم 4. ايباني يلعبها في الخلف، رتم المباراه انخفض، صعب التصويبه وبعيده. هيدا وراح يحدث التغيير بعد لحظات، بوبريط راح يخرج ويدخل في مكانه ربيع ديلمي. والناس قواوي في تنفيذ الست امتار لصالح فريق شبيبه القبائل بعد مرور 26 دقيقه لعب، دائما هدف مقابل صفر. من حيث النتيجه ومن الناحيه الفنيه الهدف اللي سجلته الشبيبه المبكر ثمين جدا وعنده وزن، ولكن من حيث اللعب فيما تبقى من عمر المباراه نظن راح ياثر عليها كثيرا، لان حتى الشبيبه فقدت توازنها وفريق طونيريا وندي الكامروني رد فعله كان قوي جدا. ربيع ديلمي اذا هو اللي دخل في مكان بوبريط في وسط ميدان فريق شبيبة القبائل في الجهة اليسرى. من هناك حذاري التصويب تاع المخالفة هذه، والوناس بن دحمان رائع جدا كعدته تمكن من فوق يا ماوش مع بن دحمان ممتازة. هيلة هيلة لبرقيقة، راح من هناك دوب يا برقيقة، وضعية التسلل. لا 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 يا دوب يا دوب، كانت واضحة وضعية التسلل، وضعية التسلل من دوب. سرع في الذهاب نحو المرمى ويتلقى بطاقة صفراء دوب، يتلقى بطاقة صفراء دوب. رأي التسلل واضحة من دوب منير. ونقترب من الدقيقة 30 أمام جمهور متفرج اليوم، رغم أن فريقهم متفوق بهدف مقابل صفر، ولكن يبقى الجمهور يتفرج على المباراة في وقت وين فريقه فريق شبيبة القبائل في حاجة إلى تشجيع، خاصة في هذه اللحظات الصعبة اللي يمر بها فريق شبيبة القبائل. صفور في إعادة الكرة إلى وسط الميدان، يبقى حتى فريق الشبيبه يلعب هو كذلك بالكرات الطويله. برقيقة كنش من الكره هذه، تبقى الكره كامرونيه. صالح طونير من هناك مع جون يوم يسترجعها فريق الشبيبه مع ديلمي او الكره ويستفيد من تماس. تروح لسامير جودير، يجيه دوب كذلك معاه ديلمي، ترجع لجودير طويلة ناحية برقيقة ما يتمكنش منها وفيه خطأ واضح هنا بعد التدخل القوي للحكم المساعد رفع الراية مشير إلى من شعر، فأنا ما شفتهاش يا بلايد إذا كان نشوف الإعادة بالتصوير البطيء وبطاقة حمراء.
بطاقة حمراء بعد الاعتداء الواضح على جودير. إذا كان ممكن نشوفها بالتصوير البطيء كيف كان الاعتداء على جودير للقائد نظن اللي كان تلقى بطاقة صفراء منذ حين. القائد على أولينغا مش عارف إذا هو نفس اللاعب يا مسعود اللي تلقى البطاقة الصفراء الثانية وبالتالي البطاقة الحمراء. إن شاء الله يكون هذا هو المنعرج نتاع المباراة ما دام أن فريق طونير راح يلعب بعشر لاعبين. أولينغا فعلا رقم 20. لا اللاعب جوماني رقم 6 هو اللي خرجوا حكم المباراة بالبطاقة الحمراء. هل ممكن نشوف بالتصوير البطيء ماذا فعله اللاعب لاعب جون ماني؟ قلب الدفاع رقم 6 اللي يخرج بالبطاقة الحمراء. هل ممكن نعود نشوف الخطأ اللي ارتكبه جون ماني رقم 6؟ حفيظ نعم سعود. على كل إن كنت حبيت نستغل توقف المقابل لكن استؤنفت على كل. إذا ما دام توقفت مجددا نشوفوا حكيم الدان نصف ساعة هدف مقابل صفر وفريق تونير ياوندي راه يلعب في منطقة شبه القبائل. دام اللي فريق تونير ياوندي فريق لاباس به وعنده هجوم راك تشوف كيفاش راهي راه يدير شويه يعني بعض الفرص ولكن احنا ان شاء الله بعد يعني النقص العددي لفريق تونير نظن باللي اون فا سو بلاسي كونفينابلومون جيسبر كو كون فا انكور ماركي ان دوزيام بوت كي سرا تريز امبورتون فور لا ميتون ان شاء الله خاصة إذا كانت فيه المساعدة من طرف الجمهور جمهور فريق شبيبة القبائل اللي مفروض عليه هو كذلك أنه يلعب دوره اليوم بتشجيعه لفريقه خاصة بعد طرد المدافع جوماني رقم 6 إثر اعتداءه على جودير. تبقى الأخطاء كثيرة والمباراة توقفت كثيرا والكرات الثابتة عددها كبير جدا بسبب الأخطاء المرتكبة من طرف عناصر تونير وياسين أماوش ويستفيد من الخطأ. ممتاز جدا ياسين أماوش كسر قامته وخفته وسرعته ممكن تشكل خطر كبير جدا على دفاع فريق تونير ياوندي إذا استغلت كل هذه الإمكانيات اللي يتمتع بها ياسين أماوش. راح سليمان في تنفيذ الكرة الثابتة لصالح الشبيبة. حذاري من الخط التسلل اللي يلعبه فريق تونير ياوندي كما ينبغي. حكم المساعد هنا لعب دوره. راح سليمان ينفذها هيلة 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 الحكم المساعد رفع الراية. حكم المساعد رفع الراية مشير لوضعية التسلل. الحكم الحارس مرتبك جدا. شفنا في الهدف الأول كيف أنه رجع الكرة للمدافعين وشفنا في اللقطة هذه كيف أنه كان مرتبك جدا. عناصر الشبيبة ممكن تستغل ربما ما نقولش ضعف ولكن الفرصة تاع الارتباك اللي فيه الحارس. وضعية التسلل فعلا تاع دوب وضعية التسلل واضحة تاع دوب منير. شوف الحارس في الكرة العالية مرتبك جدا ووضع التسلل واضحة. الحكم المساعد كان رفع الراية ويتواصل اللعب وتبقى الكرة لصالح الشبيبة وضوب ينطلق الجهة اليسرى ممتازة ناحية برقيقة ماهوش في وضع التسلل ما يلحقش عليها الدفاع يخرجها. حاجة إلى مساعدة برقيقة وضوب وكذلك ياسين ماهوش من بالدرجة الأولى بالقائد والوناس قواوي والوناس بن دحمان إضافة إلى المدافعين اللي لازم أيضا يصعدوا إلى ما وراء خط وسط الميدان. الوقت يمر نلعب الدقيقة 33 هدف مقابل صفر دائما. تونير ياوندي يلعب بعشر لاعبين. طويلة جودير تروح لزافور في التغطية. زافور يوصل على ديلمي. ديلمي يلعبها البحث عن دوب. كرات لازم تكون في الارجل بالنسبه لعناصر شبيبة القبائل. كرات في العمق قلما تصل لدوب وياسين أماوش وكذلك برقيقه. دوب تفوتو يتمكن منها. الحكم ما يقول ولا شيء.
تبقى الكرة لصالح الشبيبة، ياسين عماوش يسترجعها، ترجع لراحو سليمان والناس أو بالقائد الجهة اليمنى. القائد يستفيد من تماس، حب يعود يرجعها لراحو سليمان. راحو يرجع للخلف ناحية والناس بالدحمان، من هناك ديلمي وحده. يا 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 والناس توصل لديلمي يلحق عليها. ديلمي من هناك على الجهة اليسرى يفضل المراوغة، ممتازة برجله اليسرى، كرة خارجة وبعيدة. دريوش دريوش راحو سليمان أو ياسين عماوش، القائم الثاني وحده دوب يتفوق برقيقة، كاد يتفوق بالكرة هذه. ثقيل جدا دفاع فريق طوناريا وندي، لو يستغل الفرصة فريق الشبيبة بالكرات القصيرة الثنائية السريعة مع ياسين عماوش بالدرجة الأولى. خطأ الحكم يقول لصالح إيباني، دفع الأيسر أربعة لفريق طوناريا وندي. الآن بدينا نحس بأنه منقوص عدديا فريق طونير منذ خروج اللاعب جون ماني. الشبيبة صارت تبادر أكثر، دريوش يخرجها توصل لبرقيقة، يخرج له راحو سليمان، برقيقة يضيع يضيع برقيقة، ترجع لزافور. زافور الكرات الطويلة هذه العشوائية أبدا ما توصلش. بالقائد وقف كورتو، بناء اللعب ضروري يا فاروق يا بالقائد، يزيد في السرعة، تازا مع برقيقة ترجع له، راحو سليمان بعيد عليه. اي ثقيل دفاع فريق طوناريا وندي، من شعرف اذا فريق الشبيبه ممكن يتفطن لهذا الامر مع الشوط الثاني. راحو سليمان، ضاعت لي بن دحمان. ايباني طويله ما خرجتش الكره، الحكم يقول خطا ضد دريوش. صالح دوي فرانسيس، مانا بيكولا يخلي كورتو لرفيقه ايباني. ايباني طويله توصل لبيكولا، بن دحمان يتفوق، ودوب من هناك الجهه اليسرى، عطاء لصالحه. ما راهوش يبني في اللعب، يتسرع كثيرا فريق الشبيبه، بشوف كيف يرمي الكرات بسرعه. ما بناش خمسة أو ست تمريرات في 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 لقطة. ديلمي من هناك على الجهة اليسرى، يزيد في السرعة، يدخل ديلمي، يبقى محتفظ بالكرة، يزيد ديلمي، يدخل من هناك، ممتازة على الجهة اليسرى، ما فيش ولا أي تسلل. ممتازة. كاد يلحق عليها دوب. إمكانيات الوصول إلى مرمى الحارس كيما جو كبيرة جدا بالنسبة لفريق الشبيبة لو يركز أكثر ويعرف كيف يوصل الكرات للمهاجمين تاعو في ظروف حسنة. دريوش تفوق دون ما يرتكب خطأ. دوب ما يتفوقش. تبقى الكرة لبلقايد يلعبها مع ديلمي. دوب ساقط على أرضية الميدان. ديلمي خرج للتماس. تقدم الإسعافات لدوب. سبع دقائق قد قبل نهاية الشوط الأول، هدف مقابل صفر. الكرة هذه الأخيرة اللي ضاعت لفريق شبيبة قبائل. نعم نور الدين. عملت معايا سيد ريشار وباتيبا، فوزات موني وجوي افيك 10 éléments, vous avez quand même une tâche difficile. Oui, c'est une tâche difficile, mais pas impossible. Je crois qu'impossible n'est pas camerounais. Je crois que tout va se jouer par les nerfs et avec les nerfs, on va essayer de tenir l'affaire. Vous êtes bien en place, mais vous avez beaucoup de difficultés parce que vous avez des difficultés quand même au niveau de votre défense. Ben, je crois que c'est tout à fait normal. Vous prenez un but à deuxième minute et il est difficile de revenir psychologiquement. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire et je crois que jusque-là on s'en tire pas mal. Je crois qu'on va essayer de rétablir l'équilibre. Merci. Fadl Hafed. مرة نشوفه في الصورة تاع دوب موني، نتمنى سلامات بالنسبة ليه بعد ارتقائه واصطدامه بالرأس بينه وبين المدافع العملاق لنادي طوناريا وندي.
بيمزي زفور يخرج الكرة توصلش لبلقايد من هناك تبقى كامرونية ما راهمش في أماكنهم كما ينبغي عناصر فريق شبيبة القبائل والناس يستفيد من تماس المسافات الأولية تقدم لضوب نشط جدا في الهجوم في هذا الشوط الأول حفيظ الزين المغراوي راح ياخذ مكان ضوب منير بعد قليل ضوب اذا 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 ما نظنش انه يقدر يكمل المقابله تلقي الاسعافات ما نعرف ما نعرف مهم راح تكون خساره بالنسبه لفريق شبيبه القبائل لانه يفقد ضوب ربما الاحسن في الهجوم تاع الشبيبه في هذه المرحله الاولى خمس دقائق الاخيره زفور ما ترميش يا زفور اللعب من الخلف مع الرفقاء طويله ناحيه ياسين ماوش ما يتمكنش من الكره هذه راحو سليمان معاه الوناس الوناس بن دحمان عفوا راحو سليمان طويله ناحيه برقيقه ما توصلوش ترجع لدريوش يوقفها لبن دحمان بن دحمان يلعبها مع اماوش والتدخل الاخر قوي جدا اماوش في حاجه الى رفيق متحرر يوجد ديلمي من هناك الجهه اليسرى او بالقايد 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 مع ديلمي فضل المراوغه يزيد بالقايد يواصل بالقايد يدخل على الجهه اليسرى يزيد بالقايد تبقى عنده الكره اي 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 ضيعها حفيظ نعم منير سيواصل مقابل على تبقى عند راحو سليمان من هناك ديلمي وقف كورتو ترجع لبن دحمان طويله ناحيه برقيقة وماوش على الجهه اليمنى ما توصلش لراحو حداري يا راحو حداري يا راحو ايفاني طويله يعود دوب لرفقائه صفور يتدخل حداري جدير حكم يقول خطا حفيظ دخل نعم شوفوا موح شريف حناشي تقريبا 40 دقيقة وهدف مقابل صفر واش تعلق عليه؟ نقول ما حتى الهدف كان شرعي الناس اللي شادوا في التلفزيون يقولوا لنا مي انا شفتو شرعي مي لعبوا خشونة و تشوف ديجا بوبريت فرج دوب دوب راه مجروح ان شاء الله على كل حال بالك بالك او موان سجلوا اون دوزيام ميتون ولا فان دو بروميير ميتون ان شاء الله نزول محشريف حناشي مسعود الى خط التماس كان من اجل ضوب منير كان يتاكد اذا كان ضوب منير يقدر يكمل المقابله ام لا ضيف الى ذلك انه احساسه بان المباراه صعبه والشبيبه تعاني ربما هو كذلك من المدرجات يشوف اشياء ما يشوفهاش المدرب ما نشوفهاش احنا ربما ما يشوفهاش المتفرج على الشاشه ولكن واضح ان فريق الشبيبه توجد صعوبات كبيره جدا منذ تسجيلها للهدف الاول يعني منذ انطلاقه المباراه الخشونه واضحه من جانب عناصر تونير لذلك عناصر الشبيبه يجب كذلك انها تحط رجليها فوق ارضيه الميدان وتثبت وجودها من خلال اندفاع عناصرها هي كذلك وتوزيعها فوق ارضيه الميدان شوف الصعوبه اللي يوجدها دفاع طوناريا واندي ثقيل نوعا ما في اخراج الكره من منطقته الدقيقه الاخيره من الشوط الاول الشبيبه دائما متفوقه بهدف مقابل صفر الراحه ما بين الشوطين نتمنى يستفاد منها اي 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 تدخل اخر قوي جدا دحمان تصويبه قويه قلت نتمنى الراحه يستفاد منها في اعاده بناء صفوف فريق شبيبه القبائل بحثا عن هدف ثاني الهام والمهم جدا في مثل هذا اللقاء النهائي لازم يتجنبوا الاحتكاك عناصر شبيبة القبائل وباش يتجنبوا الاحتكاك ما يحتفظوش بالكرة وما يجريوش بها ويحامل الكرة يعطيوا له الحلول اللاعبين والمهاجمين بالدرجة الأولى حتى يسلم لهم الكرات التدخل تاع دريوش هو كذلك في المستوى يثبت بأنه موجود فوق أرضية الميدان شوف زوج لاعبين أمام الكرة والناس بن دحمان هاي الكرات والوضعيات اللي تخلي اللاعبين يتعرضوا لإصابات لما يحتفظوا بالكرات الوقت الرسمي راح ينتهي بعد ثواني طويل الكره
يلا يا زفور عداري. لا الان زفور او الاول كان دريوش. خرجها زفور القائد بعيد عليه. ديلمي ما يلحقش او ماوش. ايباني ثقيل جدا فريق طونيريا. واندي وانطلق دوب من هناك الجهه اليسرى بالقائد بعقله بالقائد جاك ديلمي يوصلها له. باية دوب يا دوب راك في وضعيه التسلل يا دوب راك في وضعيه التسلل. هاي التسلل واضحة تاع دوب. الوقت الرسمي انتهى للشوط الأول. الشبيبة متفوقة بهدف مقابل صفر. طويلة الكرة. الحكم يقول خطأ لصالح طونير. بعد تدخل جدير. الكرات العالية المرفوعة حداري دريوش تفوق روعة دوب. أكمل يقول دقيقتين الوقت بدل الضايع. أخطاء كثير ارتكبت في هذا الشوط الأول. زافور في تنفيذ الكرة الثابتة طويلة طويلة ناحية برديقة معزول. الدفاع يتدخل فيش مساعدة. شوف الكرة كيف توصل لهجوم فريق طونير. تدخل قوي جدا من دريوش ثم بالقايد. راح ويا بالقايد. وصل علي بن دحمان. بن دحمان بن دحمان في العمق. اوه ممتازة لدوب كاد يوصل علي برقيقة. مرة أخرى على الجهة اليسرى ديلمي يلحق عليها. ديلمي على الجهة اليسرى والتوزيعة هايلة هايلة هايلة. برقيقة يسجل الهدف الثاني لصالح فريق شبيبة القبائل في الدقيقة 46. كل روعة وكل راحة ديلمي حطها له في راسه. شبيبة القبائل سجل الهدف الثاني في وقت ميت يعني في وقت ما كناش ننتظر. وقت ميت لشبيبة تضيف الهدف الثاني. كل روعة هدف من أروع ما شاهدنا. ديلمي حطها وكأنه بيده فوق راس برقيقة. الحارس بقى يتفرج هنا. دليل اخر على ان الحارس نقدر نقول ضعيف لانه ممكن جدا كان يخرج في اللقطه هذه لان الكره مرفوعه. الحارس بقى يتفرج على خط المرمى امام زوج امتار. برقيقة حط الكره براسه في الجهه اليمنى لمرمى الحارس كيما جو والهدف الثاني. شوف الحارس هنا خطا فادح جدا. برقيقة